فني توعوي يصل رسالة إلى المجتمع بحيث أن احنا نحافظ على البيئة من خلاله. إذا لاحظنا أنه بشكل عام عمل فني وهو عبارة عن شجرة داخل شجرة، فهذا يرمز إلى الحفاظ على البيئة من خلال علب معينة، وهي عمل فني أيضا تفاعلي ممتع جدا للبصر. استغرق عمل عليه تقريبا مدة 4 أيام متواصلة، ونشكر زميلتنا كوثر اللي جمعت هذا العمل مدة 2 سنين و300 علبة، كان عندها أهداف وطموح، وأحنا بعد من خلال هذا العمل عندنا أهداف وطموح راح نستمر فيها، وندعو المجتمع أنه تتعاون ويانا وتقدم لنا البلاستيك اللي عندها، أن احنا عندنا خطة إن شاء الله في إعادة تدوير البلاستيك، منها فيها منتجات صناعية وغيره. هذه هي من أهداف المملكة العربية السعودية اللي راح توصلنا إلى 2030. اليوم عندنا مشروع لإعادة تدوير علب الحليب، تواصلت معنا كوثر بحيث أن نهدي هدية لأخته الصغيرة تجميع علب الحليب، جمعتهم خلال 2 سنين وهم كميتهم 300 علبة. طبعا هو مكان ممكن الأطفال أنهم يلعبوا فيه. طبعا احنا نبغى ننقل توعية لموضوع إعادة التدوير، أنه ممكن هذه الأشياء تعملها في أي مكان، في البيت ممكن الأطفال يستفيدوا منها، ممكن الكبار يستفيدوا منها والجميع.